وصلنا إلى الحلقة النهائية. كل مدرب اختار صوتين من فريقه علشان ينتقلوا للعرض المباشر النهائي. كل حدا عنده شقفة من قلبي لإله. هيبقى الاختيار إيد الجمهور فقط. 6 مشتركين يتنافسون مباشرة على الهواء. نور، أشرقت، ماريا، حمزة، جورج ولجاي حيأدوا مباشرة قدامكم على الشاشة الأسبوع اللي جاي. Yes. And the winner is... The Voice Kids. الحلقة الأخيرة السبت 9:30 بتوقيت السعودية على NBC One.